الحمد لله رب العالمين يا رب، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لقوته، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه حينما دخل شاب يتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، فقال: يا رسول الله، كنت أقوم بعمل سور حول بستاني، فقطع طريقي نخلة هي لجاري، فطلبت منه أن يعطيني إياها لكي يستقيم السور فرفض، وطلبت منه أن يبيعني إياها فرفض. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه بصاحب النخلة، فأتى صاحب النخلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم شكوى الشاب اليتيم، فصدق الرجل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك النخلة أو يبيعها له لكي يستقيم السور فرفض. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بيع له النخلة وأنا أضمن لك نخلة عند جنات رب العالمين يسير الراكب في ظلها 100 عام. فسُئل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العرض المغري: فمن يدخل النار وله نخلة كهذه في الجنة، وما الذي تساويه نخلة في الدنيا مقابل نخلة في الجنة؟ لكن الرجل رفض طمعا في متاع الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتدخل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعى أبا الدحداح، فقال: يا رسول الله، أئن اشتريت تلك النخلة وتركتها لليتيم ألي نخلة في جنات رب العالمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبو الدحداح. فنظر أبو الدحداح للرجل وقال له: أتعرف بستاني يا هذا؟ فقال الرجل: نعم. فمن في المدينة لا يعرف بستان أبي الدحداح ذو 600 نخلة والقصر المنيف والبئر العذب والسور الشاهق حوله؟ فكل تجار المدينة يطمعون في تمر أبي الدحداح من شدة جودته. فقال أبو الدحداح للرجل: أتبيعني نخلتك ببستاني وقصري وبئري وحائطي؟ فنظر الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مصدق ما يسمعه: أيعقل أن يقايد 600 نخلة من نخيل أبي الدحداح مقابل نخلة واحدة؟ فيا لها من صفقة ناجحة. فوافق الرجل، وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد الصحابة وقال: إذن هكذا البيع يا رسول الله. وتمت البيع. فنظر سيدنا أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سائلاً: ألي نخلة في جنات رب العالمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
الله عليه وسلم: الله ضمن نخلة بنخلة، وأنت جدت على الله وتكرمت على الله بستمائة نخلة، فرد الله على كرمك بأن جعل لك في الجنة بساتين من نخيل أعجز عن عدها من كثرتها. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكأنه ينظر إلى جنات رب العالمين، ويقول النبي متبسما: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم خرج نور من وجهه غطى على نور القمر عليه الصلاة والسلام. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكأنه ينظر إلى جنات رب العالمين وقال: كم من مداح لأبي الدحداح، كم من مداح لأبي الدحداح، كم من مداح لأبي الدحداح، كم من مداح لأبي الدحداح. والمداح هي النخيل المثقلة من كثرة التمر عليها، وظل يكررها أكثر من مرة لدرجة أن الصحابة تعجبوا من كثرة النخيل التي يصفها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدحداح في الجنة، وتمنى كل منهم لو كان أبو الدحداح. وعاد إلى امرأته ودعاها إلى خارج المنزل وقال لها: يا امرأة، لقد بعت القصر والبستان والبئر والحائط. فتهللت الزوجة من الخبر، فهي تعرف خبرة زوجها في التجارة، وسألت عن الثمن، فقال لها: لقد بعت كل هذا بنخلة في جنات رب العالمين يسير الراكب في ظلها مئة عام. فردت عليه متهللة وقالت: لقد ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. فإذا بهم يخرجون جميعا، فإذا بابنتها الصغيرة تأكل تمرة من هذا البستان، فتجري الأم ناحية ابنتها وتخرج التمر من فم ابنتها وقالت لها: يا بنيتي، إنها ليست ملكنا الآن، فإننا نقوى على جوع الدنيا ولا نقوى على سؤال الله عز وجل في الآخرة. هذا أبو الدحداح، فأين العطاء فيما بيننا الآن؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.